أبنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي من منصة الأسبوع، معاكم مس عبير عباس، وبنكمل منهج الصف الكام؟ الثالث، واحنا خلاص قربنا نخلص. تمام يا حبايبي؟ تمام يا نوجة؟ تمام. سلمي على أصدقائي اللي قدامي. عاملين إيه يا أصحابي؟ وحشتوني قوي. وهم كمان بيقولوا إن أنتي وحشتيهم. النهاردة حبيبتي بنتكلم على خط الأعداد. تمام؟ تمام. وهنمثل الكسور كمان على خط ايه؟ على خط الأعداد. فاكرة يا نوجة؟ فاكرة. كان خط الأعداد يا حلوة يا أمورة بيبدأ منين؟ بيبدأ من الصفر. حلو. لحد الواحد. جميل. الصفر ده في الشمال ولا في اليمين؟ في الشمال. والواحد فين؟ في اليمين. طب يلا يا حبيبتي يا شطورة، ده البت نوجة دي عسل نوجة كده. ادي خط الأعداد، شايفاه يا نوجة؟ شايفاه. اللي بيبدأ من اليسار مكتوب كام يا حلوة؟ الصفر. واليمين؟ واحد. جميل. أنا كاتبالك نص وستة على الستة. قبل أي حاجة يا تلاميذي لازم أجيب القصور المتجانسة، يعني أول حاجة أول ما شفت الستة على الستة دي أنا شاطرة وعارفة إن الستة على الستة كام؟ واحد. الله عليك، ده نوجة سبقتني. يبقى أول ما ألاقي الواحد أكتب عليها إيه؟ أكتب ستة على ستة. لا ده انت شاطرة جدا، ادي ستة على ستة، يبقى انا خلاص ستة على ستة. النص يا نوجة تتحط فين؟ في النص طبعا. اه شايفاها؟ ايوة. فين يعني؟ بعد الصفر بشوية. في النص ما بين الصفر والواحد. الله عليكي، فعلا النص اهي شفتوها؟ وعملتها لكم كمان بالكورة الحمراء. ناخد سؤال كمان ونشوف شطارة نوجة. ماشي. بص يا حبيبتي ادي خط الاعداد. تمام يا نوجة؟ تمام. انا كاتبالك مثلي كام؟ 2 على 4 و7 على 8. صح؟ ايوه صح. اول ما ابص على ال 2 على 4 دي افتكر انها كسر مكافئ لمين يا حلوه؟ للنص. الله عليك، ده احنا لسه اخدينها الحصه اللي فاتت صح؟ ايوه. طيب يبقى النص احطه فين يا نوجه؟ في النص. شاطره فعلا، هي متعلمه يا مس اهي النص. طيب السبعة على الثمانية، يعني معنى كده ان انا عايزه اقسم الخط لكام نقطه؟ لثمانية. شاطره. انا عشان بقى خايبه شويه، بصي لي يا نوجه بعمل ايه. ايوه. بصي اهو، بصي اهو، ادي الاول قسمتها كده، يبقى هنا بقى ايه؟ اربع اجزاء متساويه، صح يا نوجه؟ صح. بعد كده هروح اقسم كمان الاربعه بالنص، ادي واحده، ادي اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه. شطوره. اجت معايا السبعه على الثمانيه ولا ما جتش؟ اجت. فين بقى السبعه على الثمانيه؟ النقطه اللي قبل الواحد. اهي، برافو عليكي يا نوجه، اهي يا مس السبعه على الثمانيه. ده نوجة جميلة جدا. طب بصي، طالما انت شاطرة كده وحلوة، أيوة، لازم تاخدي سؤال كمان. ماشي يلا. بصي بقى يا نوجة، دي كام؟ 3 على 6 صح؟ صح. ودي ربع صح؟ صح. اللي في دماغك الحلوة الجميلة اللي بتفكر؟ 3 على 6 أول ما أشوفها يعني نص. الله الله الله، صح، نص. تتحط فين بقى وانت شطورة؟ في النص. جميل، يبقى أنا هكتب النص بتساوي 3 على 6 واعمل كورة صغنططة عشان تبان. ايوه. طب الربع بقى، يبقى انا هقسم الخط كام يا نوجة؟ الربع هقسم من بعد الصفر، هحط الربع في النص ما بين الصفر والنص. الله عليك، ده نوجة بقت رائعة، هي بتقول لك ان انا هقسم الخط ده اربع، يبقى هتيجي هنا في النص وتعمل واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة. انا عايزة ربع زي ما نوجة الحلوة الجميلة قالت لي، بين الصفر والنص واحد على اربعة. ده انت ممتازة يا نوجة. شكرا شكرا. الله عليكي. لا لا، ناخد سؤال كمان واخير بقى وتقعدي عشان اصدقائنا. حاضر. بصي يا نوجة، انا كاتبة 2 على 2، يعني واحد على طول اول ما اشوفها. الشطارة دي. طب استني. شكرا. بصي يا عسل، يبقى 2 على 2 يعني واحد صح؟ ايوة. انا كاتبة 4 على 5 صح؟ ايوة. فكري فكري يا نوجة. هقسم الخط الخمسة. اهو بصوا حبايبي، ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. صح. الواحد صحيح هو خمسة على كام؟ على خمسة. ايوة. نوجة انا نسيت اكتب 2 على 2، اكتبها فين؟ عند مين؟ عند الواحد. شطورة، يبقى عند الواحد.
هكتب اتنين على الاتنين ويبقى خلص. طب معلش يا نوجة معلش معلش. ايوه قولي لي كده شاوري لي كده عشان انا خايفة خلص. اربعة على خمسة فين؟ النقطة اللي قبل الواحد. شايفين نوجة قالت لي النقطة اللي قبل الواحد اربعة على خمسة وهي الله عليك. ايه رأيكم بقى نوجة ممتازة؟ ايوه نوجة شاطرة. خلاص يا شاطرة اقعدي بقى عشان نفهم اصدقائنا. حاضر حاضر. شطورة تابعيني يا نوجة. حاضر. ورجعنا لكم يا حبايبي بنكمل مع بعض الدرس اللي بيتكلم عن ترتيب القصور على خط الاعداد. كنت الاول انا ونوجة بنشتغل على اتنين بس، دلوقتي هنزود شوية معايا كده. بيقول ايه؟ انا عايز ارتب القصور الاتية على خط الاعداد. كتبت لك 3 على 6، 1 على 4، 7 على 8، 2 على 8. قبل اي حاجة وانا بفكر، مجرد ان انا بقرا الارقام بجيب في دماغي القصور المتجانسه. قبل اي حاجه يا مس انا عارف ومتاكد ان 3 على 6 هي النص، صح؟ طب بص الربع ده، الربع المقام 4، ما انا ممكن اخليه 8. تعال نجرب كده، يعني 1 على 4 لان انا ضربتها في 2 و2 تبقى 2 على 8. يبقى اول خطوه بعين القصور المتجانسة. ادي خط الاعداد، هنا صفر واليمين واحد وفي النص نص. قبل اي حاجة انا عارفة ان 3 على 6 عند النص، يبقى انا هكتب بتساوي 3 على 6، يبقى دي اول نقطة. تمام. الربع يبقى انا هقسم الخط هنا لاربع اجزاء متساوية، عشان دي 1 على 4، 2 على 4، 3 على 4، 4 على 4. انا عايزة بس الربع، يبقى النقطة دي 1 على 4. تمام. ممكن احطها لك اهي في مثلث عشان تاخد بالك. طب 7 على 8، يا مس حضرتك قلتلي ان 1 على 4 هي 2 على 8، يبقى فعلا 1 على 4 2 على 8. جميل جدا. انا عايزه بقى كام؟ السبعة على 8. بص حبايبي، يبقى هنا هقسمها 1 2 3 4. طب انا اقسم ازاي 8؟ ما تلخبطش نفسك. ادي خط الاعداد كام؟ هقسمه ل 8، يبقى 4 قبل النص و4 بعد النص، يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 على 8. في واحد قاعد قدامي قال لي مس انا مش اخد بالي، هنا كاتبه 1 على 4 وبتساوي 2 على 8، بس 2 على 8 فوق. اقول له بص حبيبي انا همسحها لك اهي وهخليك تاخد بالك من اللي انا بقوله. اهي الاثنين على 8 حبايبي اهي تحتها بالظبط، اهي 2 على 8، عشان ما حدش يقول لي انا اتلخبطت. يبقوا الاثنين نفس النقطة. يبقى الترتيب عندي بقى مين؟ ان الربع بتساوي 2 على 8، صح، بعدها 3 على 6، بعدها 7 على 8. يبقى انا استخدمت خط الاعداد في الترتيب. مسألة كمان عشان نفهم اكتر. 3 على 4، 2 على 3، 4 على 4، 4 على 6. وانا بقرا اجا على طول عيني على الاربعة على الاربعة، اربعة على الاربعة معناها واحد، صحيح. يبقى انا الاول بجيب القصور المتكافئة او المتساوية. بعد كده طب ما انا يا مس ممكن اخلي المقام التلاتة ستة هضربه في اتنين. طب تعالى نشوف كده، معنى كده ان الاتنين على التلاتة. لو انا ضربت دي في اتنين وضربت في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، واتنين في تلاتة بستة. يبقى انا برضو جبت القصور المتكافئة. ادي خط الاعداد اللي احنا متفقين عليه. جميل. اول حاجه هنا الصفر، وبعدين في هنا نص طبعا، وهنا في الواحد. انا عايزه ارسم، انا عارفه الواحد دلوقتي كام؟ 4 على 4، يبقى اخد دي الاول اهي، يبقى الواحد اللي هي 4 على 4 لان انا عارفاها. طب 3 على 4، يبقى انا هقسم الخط اهو الى 4 اجزاء متساويه، ده اسمه 1 على 4، 2 على 4، 3 على 4. يبقى ادي الثلاثة على 4 اهي قدامي في الشكل البيضاوي، وادي كمان وصلتها لك بالخط. طب 2
على التلاتة. اتنين على التلاتة يعني أنا هقسم الخط إلى إيه؟ إلى تلات أجزاء متساوية، يعني تقريبا أدي نقطة وأدي كمان نقطة، يبقى هنا اتنين على التلاتة. وراعي حبايبي إن الاتنين على التلاتة بتسبق التلاتة على الأربعة، يبقى أنا رسمت التلاتة على الأربعة والاتنين على التلاتة لسه مين؟ الأربعة على الستة. مس أنا قلت لك إن الأربعة على الستة هي نفسها الكسر المكافئ للاتنين على التلاتة، يبقى أنا لو حبيت أكتب الترتيب أول حاجة اتنين على التلاتة بتساوي أربعة على الستة، مين اللي وراها؟ التلاتة على الأربعة، مين اللي وراها؟ أربعة على الأربعة. يلا يا جميل نكمل كمان برضو، رتب القصور الآتية على خط الأعداد. أنا مش عايزك تزهق مني، أنا بديك أفكار كتيرة. إما أقول لك واحد على التلاتة تمام، اتنين على التمانية، ستة على التمانية، اتناشر على الاتناشر. أول ما هنا تيجي للاتناشر على الاتناشر تبقى واحد. طب ينفع التلاتة تبقى مقامها تمانية؟ لا تمام. طب ينفع نرسم الخط؟ ادي قدامي الخط، هنا الصفر والنص والواحد. الواحد انا عرفته على طول اتناشر على اتناشر، يبقى على طول انا خلصت الواحد. طب التلت، التلت يبقى هقسم الخط تقريبا الى تلات اجزاء، ادي جزء وادي جزء تقريبا، يبقى هنا واحد على التلاتة اهي يا حبيبي تمام. اتنين على التمانية، خليك معايا، يعني الخط ده أنا لو قسمته إلى 8 أجزاء، آدي واحد معايا، آدي اتنين، آدي تلاتة، آدي أربعة على التمانية اللي هي النص، الأربعة على التمانية، خمسة على التمانية، ستة على التمانية، سبعة على التمانية، تمانية على التمانية. فين اتنين على التمانية؟ أهي آدي اتنين على التمانية. حلو، يبقى أنا خدت اتنين على التمانية وكمان التلت، ستة على التمانية، حلو قوي. ادي اربعة على التمانية النص تمام، خمسة على التمانية، ستة على التمانية، يبقى ادي الستة على التمانية. انا بقى عايزة اكتب الترتيب، مين الاولانية؟ اتنين على التمانية، مين اللي بعدها؟ تلت، مين اللي وراها؟ ستة على التمانية، من الأخيرة اتناشر على الاتناشر اللي هي الواحد. مسألة كمان عشان نتأكد من نفسنا في ايه؟ في الترتيب. واحد على الستة، صفر على الحداشر. أول ما شفت دي خلاص يا بس، صفر على الحداشر هي الصفر تمام. خمسة على الستة، عشرة على الاتناشر. واحد جميل بيقول لي خلي بالك ان الستة تنفع تبقى المقام اتناشر، صح، يعني معنى كده ان هي كسر مكافئ، يعني خمسة على الستة انا المقام اتناشر، يعني هضرب في اتنين وهضرب في اتنين، خمسة في اتنين بكام؟ بعشرة، يبقى فعلا انا عارفة ان الخمسة على الستة هي هي عشرة على اتناشر. ادي خط الاعداد، جميل. اول حاجة الصفر انا عارفاها، صفر على 11 ادي اول نقطة خدتها. السدس يعني انا عايزة اقسم الخط ده الى ستة اجزاء متساوية. حبايبي مش دول نص؟ تمام، انا عايزاهم ايه؟ الستة، يبقى هعمل ثلاث نقط قدام، ادي واحد اتنين، ادي التالتة، اربعة خمسة، ادي الستة. واحد على الستة اهي يا مس، يبقى هنا واحد على الستة تمام. خمسة على الستة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة على الستة، اهي جميل، ادي الخمسة على الستة. طب ما الخمسة على الستة هي هي العشرة على الاتناشر، يبقى الترتيب الاولانية صفر على حداشر، اللي بعدها واحد على الستة، اللي بعدها خمسة على الستة، اللي بتساوي عشرة على الاتناشر. في صديقي بيقول لي ايه يا مس، هو انا لازم اقسمها ستة بالملي؟ حبيبي انا عارفه ان انت طالب،
بس المفروض عليك تكون عارف الأماكن. مين الأكبر يا ترى؟ 5×6 1×6 بتقسمها بالتقريب. رتب الكسور الآتية على خط الأعداد. أدي الكسور 6×12، أنا هقول أنا لسه بكتبها سمعك وأنت بتقول لي نص. 6×12 نص. 2×8، عارفة بس بالراحة، 2×8 فعلا لو قسمتها على الاتنين وعلى الاتنين تديني ربع. حلو. طب هنا 10×12 ممكن اجيب الكسر المكافئ بتاعتها فعلا اللي هي 5×6، وممكن امثلها على خط الاعداد. طب تعالي نشوف خط الاعداد. اول واحدة 6×12 اللي هي النص، اللي هي بتساوي كام؟ 6×12، يبقى دي اول نقطة. تمام. 2×8، ما 2×8 قلت لي يا مس الربع، يعني الخط ده هقسمه لاربع اجزاء، ادي الربع اللي هي 2×8. تمام. يبقى ادي، جميل جدا، 2×8 والربع، لسه 10×12. يبقى الخط ده هقسمه 12 جزء، 6 قبل النص و6 بعد النص، مش دي 6؟ حلو، بعدها 7 8 9 10 11 12. يبقى هنا ايه تاني؟ 7 8 9 10 اهي. يبقى دي 10×12، عشان حتى من اللي وراها 11 وبعدين 12×12. يبقى اما اجي اقول لك رتب هتقولي مين الاول؟ الربع اللي هو 2×8 اللي وراها 6×12 الأخيرة 10×12. حبايبي كده الترتيب معايا انتهى. تعالى ناخد سؤال جميل جدا، بيقول لي ايه؟ اكتب 3 كسور مختلفة أقل من النص على خط الأعداد. حبايبي ده ليها مش حل، ليها أكتر من حل، 2 3 4 كلهم صح. يعني إيه؟ مش ده نص؟ طب ما أنا ممكن يا مس أخلي النص كام على كام؟ 4×8 صح؟ يبقى مين اللي قبله؟ بصلي، 1×8، 2×8، إيه كمان؟ 3×8. طب واحد تاني عسل قال لي مس انا بحب قوي 5×10، قلت له صح، يبقى مين اللي قبله؟ لو هنعمل على خط الاعداد يبقى هنا 1×10، 2×10، 3×10، 4×10، شايفين؟ يبقى دول قبلها، كلهم قبلهم صح. يبقى انا ممكن اكتب كام؟ 1×8، 2×8، 3×8. انا سامعه واحد بيقول لي انا عايز 6×12. حاضر يا حبيبي، اهو تعالى بص معايا كده، لو انا مسكت النص ده وخليته 6×12، مين اللي قبلها؟ 1×12، 2×12، 3×12، 4×12، 5×12. كل دول ممكن اختار منهم اي حاجه وكلهم صح. سؤال اخير وده آخر سؤال في درسنا النهاردة، بيقول إيه؟ حدد 3 كسور مختلفة أكبر من نص. خلاص بقى، ما أنت بقيت شاطر، أنا هكتب المرة دي النص كام؟ 7×14، من اللي أكبر منها؟ 8×14، 9×14، ها؟ 10×14، إيه كمان؟ 11×14، إيه كمان؟ 12×14، 13×14. حبايبي يبقى الكسور اختار اي 3؟ 8×14، 9×14، 10×14. وممكن حضرتك تحل باي ايه كسر انت عايزه. يعني انا مثلا لو خليته 4×8، من الأكبر؟ 5×8، 6×8، 7×8. لو خليتها 5×10، من الأكبر؟ 6×10، 7×10، 8×10، 9×10. تمام؟ كده احنا بننمي مع بعض الذكاء.
حبايبي وكده الدرس يكون خلص النهاردة. أتمنى إن احنا نكون فهمنا. ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان تقدر توصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.